فعاليات مميزة ومباريات ندية وحماسية احتضنتها محافظة طرطوس الساحلية من خلال البطولة الأولى للأكاديميات الكروية التي نظمتها أكاديمية الصفا الرياضية برعاية محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدة وإشراف الاتحاد السوري لكرة القدم، وبلمسات مميزة لمؤسسة لوريل التنموية على فعاليات البطولة الأولى من نوعها في سوريا. هيدي بطولتنا، بطولة للأكاديميات الخاصة، هي البس للأخذ بيد هيدا الجيل ودفعه لتحقيق أحلامه، لتطوير موهبته، لجمع السوريين من مختلف المحافظات. وهيدي خطوة أولى بإذن الله، رغم أنه الحمد لله إحنا بنفتخر أنه خطوة قوية نالت الدعم الرسمي ونالت دعم الفعاليات والأهالي والبعض الأكاديميات المميزة في سوريا. على هي الفعالية الأولى اللي عم تصير، اللي عم نشوفها نحن بطرطوس، من نوع الأكاديميات، بطولة الأكاديميات الخاصة بكرة القدم على مستوى القطر العربي السوري. هذا بيدل على نحن رجعنا نهتم بالمواهب، نهتم بالفئة العمرية اللي قليل أو اللي عانينا نحن منها كثير بالفترة الماضية. السي بيفتح آفاق كبيرة للاعبين ولأهالي اللاعبين وللأكاديميات، وبنفس الوقت هي إفادة للأكاديميات وإفادة للأندية. هون بهالموضوع هذا ما عاد في إنه تنحصر الفائدة فقط للأندية، صارت في فائدة للأكاديميات بشروط كثير حلوة من اتحاد كرة القدم. دعم البطولات لازم تكون إلى دعم كافي من جميع المستويات، لأن الرافض الحقيقي للمنتخبات والكرة السورية هي الاعتماد على القواعد، سواء بالأندية أو بالأكاديميات. من سنين طويلة ما في قواعد.